اوديغارد يلحق عليه كره خارج متاخر اوديغارد يحاول يمر اوديغارد تتعب بين امام ويمر الاول يدخل اوديغارد اوديغارد اوبا 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 في اتجاه حماد رودريغيز الكرة العرضية ممتازة على الجهة اليمنى في اتجاه دانيال كارفاخال لعبة كانت رائعة من اوديغارد في اتجاه حماد رودريغيز بينما مع اوديغارد دخل انزو اوديغارد الكرة صعبة انزو رودريغيز في المراوغة ما زال عنده الكرة يرجع لي انزو في واحدة من مرات الوالي بعد 19 دقيقة من دخول لعبة أخرى من إنزو من هناك في حين والد زيزو سجل بعد 345 دقيقة سجل أول أهداف مباريات في كأس إسبانيا في الثانية 23 هنا إنزو طبعا هذه بعض الملامح التي شاهدها مرارا وتكرارا عند الوالد ويريد أن يقلدها